أعلن المتحدث الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الدولية الأنروا إلغاء الماراثون السنوي الذي تنظمه هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة الشهر المقبل في غزة بسبب رفض حكومة حماس مشاركة نساء فيه. أحرقت حافلتان من الخط الإسرائيلي الجديد المخصص للعمال الفلسطينيين في قرية كفر قاسم العربية شمال إسرائيل ليلة الاثنين الثلاثاء. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر في الشرطة قولها إن الحافلات أحرقت احتجاجا على إنشاء خط منفصل للعمال الفلسطينيين أطلقته إسرائيل الاثنين فيما وصفته منظمات حقوقية بالفصل في المواصلات. المعارضة المصرية تقاطع الانتخابات بشكل نهائي، وحزب المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح سيشارك. التفاصيل في تقرير هشام مهران. ردا على شائعات انقسامها وبعد ساعات من دعوات أمريكية لها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، أكدت جبهة الإنقاذ المعارضة مقاطعة الانتخابات بشكل نهائي، بل وبدء خطوات لاندماج أحزابها وإنشاء قناة فضائية لتفعيل المقاطعة. مع إصرار مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان على التمسك بمواقفهم ومن دون القبول بالحد الأدنى من مطالبها المتمثلة في 1- إقالة الحكومة الحالية، فإن الجبهة تؤكد تمسكها بقرارها مقاطعة الانتخابات انحيازا لصالح مصر وشعبها. وفيما يتزايد الاحتقان بين فصيلي التيار الإسلامي الرئيسيين الإخوان والسلفيون، تواصل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية استعداداتها لخوض انتخابات البرلمان، وآخرها حزب مصر القوية. ندعو لدخول البرلمان حتى لا نمكن فصيل بعينه أيا كان هذا الفصيل في أن ينفرد بالسلطة انفرادا كاملا، سواء بالرئاسة أو بالبرلمان ثم بالحكومة، وبما يشكل هذا من خطر حقيقي على مصر. أما مدينة بورسعيد على قناة السويس فلا يزال الوضع مشتعلا، حيث أحرق متظاهرون مبنى الأمن الوطني بعد إحراقهم مديرية الأمن في أحداث أوقعت 6 قتلى وسط مخاوف من تصاعد العنف قبل أيام من إعلان الأحكام في قضية مذبحة استاد بورسعيد. يذهب محللون سياسيون إلى أن إصرار جبهة الإنقاذ المعارضة على مقاطعة الانتخابات يمنح فرصة ذهبية للإخوان للسيطرة على البرلمان القادم تحت غطاء شرعية الصناديق، فيما يحبس المصريون أنفاسهم في ظل غياب الحلول السياسية للاحتقان الشعبي الحالي في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث القادمة. هشام مهران، MTV، القاهرة. النووي الإيراني والنووي الكوري الشمالي والوضع في الصين والحرب في مالي وصحة تشافيز، كل هذا في هذا التقرير. رفضت إيران طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بزيارة سريعة إلى موقع بارتشن العسكري قرب طهران، مكررة أن هذه المسألة تحل في إطار اتفاق شامل مع الوكالة. هددت كوريا الشمالية بإلغاء اتفاقية الهدنة بسبب التوتر الكبير الذي تثيره التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمساعي الأمريكية لفرض عقوبات على بيونغ يانغ. افتتح رئيس الوزراء الصيني وين جياباو للمرة الأخيرة أعمال البرلمان قبل أن يسلم مهامه إلى لي كين كيانغ. وعيدا الصين بنمو بنسبة 7.5% خلال العام 2013، وتاركا خلفه حصيلة من الانتصارات الباهرة ولكن أيضا فسادا مستشريا. أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن حوالي 15 إرهابيا قتلوا ليلة الاثنين الثلاثاء خلال معارك عنيفة بين القوات الفرنسية والتشادية من جهة والمقاتلين الإسلاميين من جهة أخرى في شمال شرق مالي. يشهد الوضع الصحي للرئيس الفنزويلي هيوغو تشافيز الذي يعالج في المستشفى منذ حوالي 3 أشهر من إصابته بالسرطان تدهورا بسبب التهاب جديد وخطر في جهازه التنفسي، ويبقى وضعه حساسا كما أعلنت الحكومة.